أنا أدعى فادي من طلاب السنة الأولى في الشعبة الثانية، وأي واحد سيزعجني سيدفع الثمن غاليا. إذن السبب أنهم يخشون من هبوط مستواهم إن واجهوا فريقا ضعيفا، لكن قرارهم بعيد عن أخلاق الرياضة. شبح، سجلت هدفا لا ينسى، أحسنت. انظروا، يتدخل قلب دفاع كرومبال ليبعد الكرة، ولكنها تصل الآن إلى شنايدر. يبدو أنه سيسدد، نعم سيسدد من خارج منطقة الجزاء. هذا التسجيل معد ليعمل وأسمعه عندما أدخل هذه الغرفة. هذه أفكار أبي. أكان والدي يريدني أن أصير مثله حقا؟ أعلم يا أبي، أهم شيء لدى لاعب الخفة هو الوجه الجامد. تذكرا جيدا ما أقوله، سوف أخذ منكما ماجنام سيبا وسونيك سيبا إذا لم تبدعا أفكارا جديدة. أرياني كيف تفكر.